اهلا ومرحبا بكم من جديد كل الناس اللي بتابعوني من خلف الشاشات والناس اللي بتسمعنا على 93.6 متواصل صباحات سودانيه. ونحن وصلنا للملف الاول من حلقتنا اليوم اللي هو عن تارجح الاسعار. يعني الملف هو تارجح الاسعار, يعني اصبح هو واقع معاش. لكن احنا لما نقول كلمه تارجح معناه في طلوع ونزول. خلونا يعني نامن في الاول علينا الاسعار في السودان هي بتطلع بس ما بتنزل, ما في تارجح في الموضوع ده. موضوع حلقتنا اليوم ونجاوب على السؤال اللي قلناه والسيده ضيفنا داخل الاستوديو الدكتور ياسر مرغني عبد الرحمن, هو الامين العام لجمعيه حمايه المستهلك. يا دكتور صباح الخير. صباح النور عليك وصباح النور على كل المستمعين والمشاهدين, وان شاء الله نقدم ما يفيد ان شاء الله. كيف اصبحت؟ تمام الحمد لله. الحمد لله. يعني الفكره بتاعت التارجح دي غير موجوده صحيح؟ نعم. يعني الاسعار في السودان بتطلع بس يعني وتنزل. الاسعار اصلا بتنزل, المتارجحه هو الانسانيه. أيه. الانسانيه والاخلاق هي اللي بتتارجح. لكن اصلا ما في اسعار تنزل اصلا. طيب يعني في البدايه كده, يعني انتم في جمعيه حمايه المستهلك. نعم. القانون بتاعكم بيقوم على شنو؟ طيب شكرا جزيلا. نحن سعيدين جدا اول حاجه بانه يعني عندنا قانون ولايه لولايه الخرطوم سنه 2012 وقانون تنظيم التجاره. نعم. وحمايه المستهلك. وده قانون يعني رغم انه عقوباته ضعيفه وغراماته اضعف. العقوبات تتراجح بين سجن لا يقل عن اسبوع ولا يزيد عن شهر مهما كانوا عن المخالفه, يعني قد تكون والغرامه يعني. والغرامه 5000 اكثر حاجه وما تقل عن 1000 رغم النادي ما قاعد يطبق رغم كده. عشان كده خلى يعني قال للتجار اعملوا اللي تستعملوه. لكن احنا سعيدين جدا انه القانون القومي لحمايه المستهلك وده وجيز في يناير 2019 اثناء او في اول ايام الحكام موجود اول ايام الحراك الفتره دي. نعم نعم. وبقى عندنا شهداء في القانون ده ربنا يتقبلهم ويحسن اليوم وعاجل الشفاء للجرحى. اللهم امين. نحن نبي نقول انه القانون القومي المستهلك ده نحن دايرين نطبقه, وعشان ما نطبقه دايرين الحكومه شكل العقوبات تغيرت ولا لسه؟ لا الحكومه تغيرت خالص خالص. العقوبات سجن 5 سنوات ده بدايه كده. العقوبات بيتكلم عن اغلاق مؤقت او دائم. نعم. بتتكلم العقوبات تتكلم عن اباده المعروضات طوالي الفئه الناي ومصادره ادوات الجريمه حتى لو كانت بيت. نحن شفنا جرائم ضد الانسانيه وضد المستهلك كثير جدا في الخمس سنين الاخيره دي تستغرب ليها. ويعني اذا حاولنا نتكلم عن مثلا التاثيرات اللي كانت بسبب الجرائم دي كده بالمناسبه ممكن ده يكون موضوع متشعب جدا. الامراض والسرطانات يعني قد تكون اشياء كثيره جدا خاصه الاطفال. يعني معظم الجرائم كانت متعلقه بالاطفال بالانسانيه. يعني تلقى لك زول مؤجر له 4 دكاكين في مسجد. 4 دكاكين تابعه استثمار لمسجد لخدمه المسجد لكهرباء المسجد. مؤجر 4 دكاكين عشان يجيب فيها بطاطس مقرمشة شيبس. شغلته يلقطه في السوق منتهي الصلاحية يجي هنا في ال4 دكاكين اللي في الجامع دي يبيع بأسعار رخيصة يغيرها يعمل تاريخ جديد للأطفال. للأطفال ده زي ده في حالات زي دي زي ده في القانون القومي ما عنده معنى وجود. لأنه بيكون في نيمينج وشيمينج في تشهير وبالاسم ونسمي ونقول والله ياسر المصنع المشترك بتاع ياسر وفريد عمل كده 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 عشان ياسر وفريد ديل كل اسرتهم تكون بلاك ليستد. يعني انت بتكون اسيت لاسرتك واسرتي قبل ما تكون اسيت للطفل اللي الحاجه دي. بصوره عامه كده يا دكتور, اذا احنا تكلمنا عن المستهلك وتكلمنا عن موضوع الاسعار, انا اتخيل الموضوع ده يعني هو بياثر في المستهلك وبياثر في اقتصاد البلد. فبالتالي فكره انه يكون في قوانين رادعه جدا يعني دي فكره منطقيه جدا. لكن ابرز الاسباب اللي يعني بنتكلم عن واقعنا المعاش حاليا ده انه مثلا احيانا الاسعار في بترتفع في نفس اليوم الصباح ممكن تلقى سعر وبالمساء بتلقى سعر ثاني. السبب اللي بيخلي الاسعار دي مرتفعه شديد بالدرجه دي جشع طمع عدم اخلاق عدم انسانيه عدم ضمير. شنو اللي بيخلي الدخول لمطار الخرطوم قبل اسبوع ب 10 جنيه واسر ب 20 جنيه؟ شنو اللي زاد في المطار ده؟ شنو اللي زاد؟ جابوا مظلات جديده ولا عملوا مواقف مكيفه ولا ريحونا كده كل ما تيجي خاش كده تدق ازازه مويه؟ شنو جات عشان 20 جنيه؟ ونفس الحكايه في المينا البري ماشي تودع لك زول من الباب برا كان ب 7 جنيه هسه الان 10 و20 جنيه وانت ماشي تودع زول بدون مؤاخذه. لو عايز حمام ما في حمام بالصاله, لو داير مويه ما في. نحن ما في خدمات. نحن استهترنا بينا نخش المدارس. المدارس يعني انا استغرب جدا المدارس فيها كل الفوضى دي. وامبارح والي خرطوم
خبر رئيسي عامل لي اجتماع مع اصحاب المدارس الخاصه ما جاب المستهلكين الحقيقيين اللي هم مدارس الحكومة الاباء اباء التلاميذ اللي بيدفعوا دين. يعني مدرسه تطرد ولدك عشان انت اشتكيت. ثاني فيش اكثر من كده انسانيه. انت عندك ولدين في المدرسه اشتكيت قال لك ولدك ما بنقول لك ليه عشان انت اشتكيت؟ يقول لك واحد وانا عايز ولدي يمشي مع اخوه الاكبر منه. يعني في قوانين كثيره جدا بتحتاج انا بيقولوا شيء انا بيقولوا شيء في مدارس خاصه وادفع دم قلبي وقاعد اتزلى لانه ما في قانون. ومن امن العقاب اساء الادب. عندنا اساءه كثير الادب في الخدمات. الحاجه اللي تكلمت عنها دي برضه ممكن بالمناسبه خدتها في الجانب بتاع الاسعار، انك انت بتشتري اشياء باعلى الاسعار وهي يعني عالميا كده قد تصنف كده يعني تخليه من اردى المواد كده يعني في عدم الجوده اصلا منعدمه خاصه الاطفال. انا بقول اي زول عنده طفل بيمشي المدرسه الصباح بيدي قروش هذا الاب اجرم في حق ابنه. لانه ما يباع الان داخل المدارس وما انا ما عايز اعمم لكن معظم المدارس اللي فيها دكاكين جوا كانت دكان تابع لمدير المدرسه ولا الاستاذ ولا اي زول معظم الدكاكين دي تبيع حاجات غير صالحه للاطفال وتبيع الوان وحلاوه ملونه بالوان غير مجازه عالميا والوان صناعيه وتعمل لنا مشاكل جدا. ده تخليه بترجعنا ثاني لقديمنا انه يعني بعدين حتى الحياه ذاتها بقت بطريقه راقيه كده لانش بوكس كده وبتاع هناك كده يعني ممكن يدوا اكل صحي جدا من البيت. انا قبل ما سالتك السؤال يا دكتور يعني ابرز الاسباب اللي خلت انه الارتفاع ده واقع معاش، انا تخيل لي انا وكثير من الناس كده يعني كانوا بيتوقعوا انك تتكلم عن ارتفاع الدولار، لكن انت تكلمت عن اسباب كثيره جدا ما عندها علاقه باقتصاد السودان. نعم. يعني بنقدر نقول انه واحده من مشاكل الاسعار في البلد دي هي ما ارتفاع الدولار ولا التضخم الموجود في الاقتصاد، لكن في عدم تحكم في الاسعار. يعني لما نتكلم عن الجشع معناه في عدم تحكم في الاسعار، يعني انا ممكن ابيع الحاجه بالسعر اللي انا بحدده انا كتاجر مش حماية مستهلك أو في مثلا جهة مسؤولة من هي بتحدد ليه الأسعار. نعم عدم تحكم واحتكار. احتكار معناه أنه في ناس عندها قروش شغلتها بس تحتكر. والدليل على كده خش السوبر ماركت الكبيرة دي تلقى عندهم حاجات باقي لها شهر شهرين تنتهي بيدوك لها بيدفعها الأثمان. ليه ما تديني السلعة دي سعرها قبل 8 شهور من نهايته بسعر زي ده عشان أقدر أشتريه؟ ليه تخلي الزمن لما يضايقك؟ لأنه بيقى في وعي بتاع مستهلك حاجة سعرها تاريخها قرب بس قربت ما بيشتروه. أنا عايز أقول إنه قصة أخلاق أخلقت التجارة. نحن محتاجين نتكلم العالم كله يتكلم عن الإيثيكال تريد. ليه لا في أقرب دولة لنا هنا تلقى السلعة جات منها حاجة جديدة سعرين، سعر قديم وسعر جديد. سعر جديد. ليلة. نحن انتفت عندنا المزالة دي. لحد ما المنتج القديم يخلص. أستاذ فريد أنا صيدلاني صغيروني سنة 92 عمري أدوب سنتين ثلاث سنوات في الليزيخانة. سنة 92 جاء عبد الرحيم حمدي عوم الجنيه زي ما بيقولوا أو عمل تحليل اقتصادي يوم 2 فبراير 92 اللي هو 2/2/92 اتأثر طوالي على الدواء وأنا صيدلاني قاعد في كاونتر والله ما طيبني حليفة. الدواء القديم قبل التحرير والدواء الجديد بعد التحرير الاثنين قاعدات في الرف جنبا الى جنب لحد ما كملا. الان وانا صيدلاني اقول الكلام ده انا زعلان حكايه يعني الزملاء الصيادله بيغيروا سعر الدواء حتى لو ما اشترى بضاعه جديده وقيس على ذلك. وفي بعض الناس بيخليك الدواء قاعد في الرف وبسعره بدولار وسعر الليله. انت بتتعامل مع سلعه كثير من الناس خدمية إنسانية. الدواء ده الدواء ده الأساس الأشعرية يا دكتور. كثير من الناس قبل ما يعني قبل ما تفتح محلات إذا كان بتقدم أي خدمات أو أي بضاعة مثلا أو أي يعني آيتمز بتتباع كده بيسألوا من سعر الدولار أول حاجة في الصباح حتى بعد ذاك يبدوا يبيعوا في يعني منتجاتهم دي. فيعني أنا أتخيل دي ناخدها رسالة كده رسالة لكل التجار كده يعني إنه يعني مهما كان أنت عندك ستوك مثلا عندك مخزون من بضاعة قديمة كده حاول تبيعها بالسعر القديم لحد ما أنت تشتري السعر يعني بضاعة بالسعر الجديد بعد ذاك تغير في الأسعار. لكن يا دكتور أنت تكلمت عن إنه الناس اللي بيمشوا للسوبر ماركتات اللي هي بالذات المنتجات اللي بيكون فاضل لها شهر أو فاضل لها أسبوعين تخلص وبتاع بيكون عليها سيلز وبتتباع بأرخص الأسعار. إذا تكلمنا عن المستهلك اللي بيشتري من السوبر ماركتات والمستهلك اللي بيشتري من الأسواق العشوائية أو البقالات الصغيرة أو الأسواق المركزية الأوعى فيهم يا تكون وعيه أكثر. طبعا هو سؤال مهم جدا. لكن عايز أقول لك أنه القصة عموما نحن فترنا وسئمنا من الحكومات الجابية دارين حكومات الراعية. حكومات الجابية بتاعت الجبايات دي فترنا منها. يعني الزول العشوائي ده اللي بيبيع في الواطدة الحكومة دايرة من الواطدة حقته قاعدة فيها دي دايرة منه قروش. بالتالي هو لازم يجيب القروش يفرض على الزول. يفرض على المنتج. أنا عايز أقول إنه المستهلك اللي بيشتري من السوبر ماركت هو أوعى
من المستهلك العادي بيشتري من سوق 6 وسوق 5 لانه في رغبه سوق 6 واطرافه وصابرين وما ادراك. انا عايز اقول انه قصدي وعي بتاع المجتمع. نحن دايرين حكومات راعيه طرعانه تهتم بينا. زهقنا من الحكومات الجابيه دي, جبايات 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 جبايات. زهقنا من الحكومه اللي بتعلن الليل من الصباح في الصحف وفي الراديو وكده عن انه وفرت 35,000 راس ل 35,000 موظف في ولايه الخرطوم. من الان رفعوا سعر الضحيه من غير ما نك وحددوا سعر 6820 جنيه. من امبارح فالقين راسنا بانه 6820 جنيه خروف في 10 اقساط. الضحيه دي عباده ما عاده للمستطيع. والما مستطيع حسن الاسلام واصلا ما طلع من المله. وممكن يكون اسلامه اعظم من اللي اشترى بالاقساط عشان يتبين ساكت وعشان يوضح انه السلام. انا عايز اقول انه نحن ما لم نراعي ونعاين للفقراء والاصحاب والاحتياجات الخاصه ما بنشتري قدام. شنو انا اشتري لي خروف باقساط عشان اتبين به وعشان اعمل به؟ يا اخي انا القروش 6,220 جنيه دي دايره لطفلي اعترضوا من المدرسه اللي هي اهم من الضحيه. لكن نحن بقينا هو كده نعاين كده. حتى الحكومه تاجره احنا يعني نفسينا حكومه دارين حكومتنا المدنيه ما فيها تجار. حكومتنا المدنيه ما فيها وزير عنده مصالح. حكومتنا المدنيه ما فيها زول بيقدر ثاني يقول ان شاء الله يعني كده الشفات تكون مولعه زي الشفات دي يا فريد. بنتمنى الحكومه المدنيه اللي يعني ال- 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 المأمولة من كل السودانيين دي كده انه يكون عندكم دور كبير جدا فيها, لانه بجد زي ما انت قلت الناس تعبت شديد. يعني يا دكتور احنا عندنا استطلاع كده, لكن قبل ما نطلع الاستطلاع ده اللي بيخلي الاسعار بتاعت السوبر ماركتات اكثر ثباتا من الاسواق العشوائيه شنو؟ التنظيم. التنظيم السوبر ماركت ده سيده اهتم به, جاب له جهاز تاع كمبيوتر, نزل بيهتم بالصلاحيه, عنده زول شغلته ينظف كل مره عنده. لكن الزول ذاك الثاني ما فارقه معه زول واحد قاعد في الكنتين بتاع الحي. عشان كده السارديني تعريفه انتهى الصلاحيه في الرفع ولكن شافه ولكن عرف له. لكن هنا في جهد مبذول والناس بتخاف من السوبر ماركت ده لانه فيه قزاز كده ويقول لك دي السوق بتاعنا, رغم انه اسعاره اقل من اسواق البيع المخفض. اقول لك انا مبذول منه. في بعض السوبر ماركتات اسعارها اقل من البيع المخفض اللي عاملينه هنا في الساحه الخضراء ده وعاملينه في بعض المحلات. في بعض السوبر ماركت اسعارها اقل من ده, لكن الناس بتهيبوا الدخول لمناطق زي دي بتهيبوها. نحن هنوضح الفكره دي اكثر, انه ليه السوبر ماركتات هي اسعارها في بعض الاحيان بتكون اقل من الاسواق. لكن عندنا الاستطلاع ده نطلع نشوفه ونجي راجعين ثاني. طبعا بنعاني من المشكله بتاعت المشتريات بتاعت الخضار برا, يعني في كل ما يوم بتجي تلقى السعر شيء وتاني بتلقاه ارتفع بقى شيء اخر. يعني كل ما يوم يعني حكايه بتاعت السماسره مدخلين السوق. الناس استغلت انه ذات الشغلانيه بتاعت الحكومه لسه ما مستقره الاجواء الحاجات دي, ان الناس استغلتها يعني ناس, وعدم المراقبات في الاسواق دي كلها خلت لنا شنو الناس تزيد على كيفها. يعني اسي نحن بنحبذ يعني الناس هم بيخافوا من مساله المول, لكن المول بتلقى انه سعره جميل, وثانيا يعني بتعزل انت الحاجه اللي انت الصنف اللي انت دايره بالجوده بتاعته. يعني الليله مثلا انت حاجه بتشيلها جميله ما زي البرة بيديك مثلا كوم كده وكله تلقاه مندي عامل اناي ما تمام, لكن هنا بتعزل القطع الاصل اللي انت دايره. ان كان مثلا اي حاجه انت قدامك بتشيل الحاجه الجميله جنبك والسعر اقل, يعني بجد يعني سعر اقل من السوق. هسي انا عندي مثلا انا بدير مجموعه بتاعت مطاعم, عندنا مطاعم بدل انه احنا بنشتري من الاسواق بنجي بنشتري من المول. دي كنايه انه شنو المول سعره خفيف اقل من السوق. يعني هو مندوب لمجموعه من المطاعم ودائما بيقوم بعمليه الشراء كده, وهو قد يكون اكثر خبره يعني في يعني التحقق من الاسعار. وهو يعني تحدث في الاستطلاع ده عن انه يعني احيانا الاسعار بتاعه السوبر ماركتات بتكون ارخص من الاسواق. وده دكتور الموضوع كنا بنتكلم عنه قبل الاستطلاع ده, انه الاسعار بتاعه السوبر ماركتات هي اكثر ثباتا. الحاجه دي بتدخلنا لموضوع الوسيط, انه مثلا في بعض الاحيان يعني الكيلو بتاع الطماطم طلع من المزرعه بجنيه يتباع لوسيط بالجنيه ده, في وسيط باع لوسيط ثاني بجنيه ونص لحد ما وصل التاجر في السوق بقى ب2 جنيه, وبعد ذاك بيجي المواطن ب2 جنيه ونص, في حين انه ممكن يتباع بجنيه ونص اذا كان ما في وسطاء في النص كده. يعني فكره الوسيط دي هل انتم حاولتوا تحاربوها في حمايه المستهلك؟ يا سلام عليك وعليه. ده قانون بيتكلم عن الوساطه, ضوابط ممارسه الوساطه. لا يجوز ماده 14 من قانون خدمه التجاره, لا يجوز لاي شخص ممارسه وساطه دون الحصول على رخصه. والزول اللي بيستحق الوسيط الرخصه ده
يكون لابسها في السوق. لقاك سمسار لابس له بطاقة إنه هو مرخص وعنده رخصة وبتاع ناس ولا يزرع عن قال كده يتكلم سمسرة ويتكلم بسمسر. أنا عايز أقول إنه حتى الوساطة السمسرة دي عندها ضوابط عالمياً. البروكرز عالمياً. الاستحقاق في إنك. أيوة أنا تقول. السلعة شنو اللي أيوة يعني ما تكلم يعني ما يعني مدى أنا عايز أقول إنه السمسرة دي مهنة ومهنة محترمة جداً جداً لكن عندنا هنا إحنا واستبيحت كويس ودار يتكلم فيها ودارنا ودار يشتغل ساعتين في اليوم هناك. لكن ده أقول حاجة جداً قلت عليه أنت. أنا أقول أي مستهلك بيشتري طماطم الآن كيلو 200 جنيه والله العظيم ربنا يسأله والله ربنا يسأله حاليا سعر السوق على سعر أطفال ده حق أطفالك دي شنو يعني كم ما أكلت طماطم رغم أنه إن الخبر حقنا نقوله في الصيف ما نشتري طماطم وحدد الصيف ده بشهر أبريل ومايو ويونيو ويوليو الأربع شهور دي ما تشتري طماطم لأنه مهما قالوا ليك دي منتج في 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 زمن ما زمنه ما تشتري خضار في زمن ما زمنه. أنا عايز أقول الكلام ده وأنا مزول منه. ده الخبراء بتاعين جوار في حمايه المستهلك هناك هنا نحييهم. الخوايات يعني دائما بالمناسبة يعني بيكون إذا تكلمنا عن الطماطم كده مثلا بيكون في رفين كده بيكون في رف طماطم كبار كده وشكلها جميل كده في واحدة تانية صغار كده اللي هي بقول لك دي الأورجانيك اللي بيكون ما داخله طبيعية فيها ما في أي سماد ما في أي حي بتكون أغلى وكمان يعني قد تكون مثلا هي يعني بتديك إحساس إن هي أردأ من الثانية لكن هي صحية أكثر يعني في كل الدول المحترمة بتحترم المستهلك عندهم حق الاختيار المستهلك بديك الخيار الخيار البيض بيض المائدة ده يصل عندنا 200 جنيه الطبق ليه البيض تصل 7 جنيه ليه وكيلو اللحمه ب 500 جنيه المستهلك يشتري ليه دي حتهم جدا انا اللحمه ب 500 جنيه انا عايز اقول الغالي متروك ده شعار صالح لكل زمان لكل مكان لو نحن بطلنا نشتري البيض ابو 7 جنيه ده بيبقى رخيص نفس الحكايه الان في طبق بيض ب 140 جنيه وفي طبق بيض ب 210 جنيه هل يعقل رغم انه كل الدول المحترمه بيدوك البيض انواع بيض خالي كوليسترول بيض بالفيتامين بيض يعني ما في هو انتي بايوتيك بيض طبيعي اورجانيك زي ما قلت لك هنا بيض من فرخه عايشه فري رينج فري رينج دي معناها برا القفص عايشه طبيعي تنوم وتصحى تاني مش بيض من فرخه مولعين لها كشافات تلدي مرتين في اليوم ما فارض الصباح ما فارض الصباح ما فارض الصباح من مساء لا ده بيض من فرخه عايشه برا القفص الموضوع ده له تاثير يعني مرتاحه ما اكل اكل طبيعي عضوي اورجانيك لما تجي طبيعي لما تتمقى الفرخه دي وده بيض من فرخه ثانيه عايشه في 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 وعندنا قانون احنا عندنا قانون لرفاه رفاه الحيوان لاحظ كلام كويس حكومه السودان عندها قانون لرفاه الحيوان رفاه الحيوان ده اللي هو شنو اللي هو متعذب لك حيوان نحن يا اخو الله قاعد نعذب الحيوان ده عذاب شديد خلاص خليك من الناي احنا الانسان قاعد نعذبه في طريقه اكله وفي احنا الانسان قاعد نعذبه اصل الموضوع ان احنا قاعدين نتكلم عن ده موضوع بتاع عذاب والله يا دكتور صراحه كده الموضوع على اسعار حقوق المستهلك حقوق الانسان كونسيومر رايز ار هيومن رايز في كل الدنيا وشينا شفنا الكلام ده والحمد لله اتفسحنا نجلس ونسولف طيب يعني يعني بس سؤال سريع كده مهم شديد يا دكتور انا داير اساله ليه في بعض الاحيان مثلا بيكون اذا تحدث يعني مثلا اذا اخذنا ضربه مثلا كده مثلا الطبق بتاع البيت ده بنلقاه في الولايات مثلا ب 50 جنيه لكن في الخرطوم بيكون ب 100 جنيه او 120 جنيه ليه بيكون في فرق كبير جدا ما بين الاسعار ما بين الولايات والخرطوم هو كان قلنا قبل الوسطاء بالذات في موضوع الخرفان الوسطاء يا اخي فريد الاسواق دي عندنا فيها لجنه اقتصاديه شغاله فيها يعني شافوا بلاوي الجرجير ده محتكر تصدق كلام زي ده في زول واحد بس زولين بيشتغلوا جرجير في كل الخرطوم دي الخرطوم دي ولايه اصلا الفوضى ضاربه بعضنابه ما فيها نظام ما فيها يعني نظام لا فيها ترتيب لا فيها كده وفيها ناس عايشين على مش الحياه فيها زول بيشتغل ساعتين في اليوم هو اغنى زول بيشتري السوق المحلي ده كله ساعتين في اليوم ساعتين في اليوم بيشتغل ساعتين في اليوم بس يعني طيب. ده قاعد على الاستوديو هنا ومش انام خلاص واشترى كل الخضار اللي قاعد في السوق ده وتحكم يعني في سعره وتحكم في حاجاته كلها يمكن لما احنا فضلينا بس دقائق كده بسيطه يا دكتور الحل شنو الحل دوره القانون هيبه القانون تكوين الحكومه المدنيه ونطبق قانون حمايه المستهلك والمستهلك ده من حقه يسمع كلامه التجار اللي عملوا امبارح اصلاح الاقتصادي ونادوا رئيس اللجنه الاقتصاديه بالرئيس العسكري وما اهتموا بالمستهلك البسيط ده وبيمثلوا ان احنا ولا ومستهلك قاعدين يسمعوا كلامهم ودارين نظروا في الناي ودارين يهتموا بالوزراء وان الوزير يطلع له قرار في الجرايد ضد القانون يقول له ما تكتب ديباجه انه الزيت ده محور راسيا وان الوزير داري صاحب التاجر صاحب الوزير الوقت ده انتهى العهد ده انتهى
احنا وزيرنا وزير بيكون ماشي الشارع بيطبق القانون بينفذ هو قبلينا. لما نقول يا اخواننا الغالي متروك، لما نقول يا اخواننا ما نشتري طماطم عشان خاطر الناس الى ينزل اسمعوا كلامنا الناس، هو يكون هو القائد يعني المستهلك. هو القائد ذاته الحل في رفاه المستهلك. رفاه المستهلك في المستهلك الرغبه الذاتيه حقته الوعي الذاتي. ما تشتري طماطم ب 200 جنيه ما حتموت، ما تشتري لحم ب 500 جنيه ما حتزعر ولا حتعضي. اذا كان في زياده او في اي لا في الموضوع في الكلام منطقي على الحياه ترجع. ليه اشتري لهم ب 20 جنيه رطب؟ ليه من الاساسيات يعني احنا بنشتري لبن لما قال لنا ب 15 18 رفضنا نشتري منه، ثاني يوم رجع لنا ل 15 وهكذا. انا عايز اقول انه ما في داعي نشرب لبن انا وانت، اشربوا اطفالنا صغار دين. والله يا دكتور يعني في جمعيه حمايه المستهلك المستهلك الذكي المستهلك الراشد هو اللي بيراه بيعرف انه الغالي متروك، غوتنا من بيوتنا، ما بيشتري من المطاعم ولا بيشتري من وهكذا. ده المستهلك الواعي. يعني دوركم كبير جدا يا دكتور انتم في حمايه المستهلك، انه تخلوا اي مستهلك سوداني مستهلك ذكي. كل بعدك بتكون في سهوله جدا في حمايه المستهلك مسؤوليه الجميع. ما تقول دوركم يعني مسؤوليه اي زول، حمايه المستهلك مسؤوليه الجميع. وانا شاكر جدا لسنه 24 لانه دائما قاعد تفتح لنا مواضيع جدا. حمايه المستهلك مسؤوليه الجميع، اي زول مسؤوليته. الزول اللي مشى المدرسه قالوا رسوم مدرسه ده ما يدفع. زول قالوا له في المين البري يدفع 20 جنيه ما يدفع، زول في المطار قال له يدفع 20 جنيه ما يدفع، يوقف عرضته قبله وينزل يخليها. توصل رسائلك دي ان شاء الله يا دكتور. احنا يعني زماننا انتهى في يعني موضوع تارجح الاسعار اللي قبل يعني اختلفنا فيها ان هي صعود الاسعار اصبح واقع. معاشره للدكتور ياسر مرغني عبد الرحمن الامين العام لجمعيه حمايه المستهلك.